مشاهدينا اهلا بكم معانا وحلقه جديده من زينه وطعم البيوت واسره يوم الاربعاء مع زميلتي وصديقتي عبير عبد الوهاب. اهلا بيكي يا عبير. اهلا بيكي يا نهلا، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا. ان شاء الله النهارده فقراتنا تحوز رضاكم واعجابكم، ودايما بنفكركم بصفحتنا على الفيسبوك، صفحه زينه بطعم البيوت، نتمنى ان انتم تتواصلوا معانا من خلال الصفحه. تعالوا نستعرض معاكم فقراتنا النهارده، وكالعاده بنبتدي مع نهلا وزينه. الحقيقه نؤذ الستار بالفعل على العمليه الانتخابيه، وتم اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لست سنوات قادمة. استقبل الرئيس المرشحين الثلاثة وهنئهم على أدائهم، وهم تمنوا لي فترة رئاسية مثمرة ونجاح. اللي لفت الانتباه أنه في كلمة الرئيس المتلفزة يعني أشار إلى كل فئات الشعب، وشكر كل فئات الشعب من عمال وفلاحين قضاء وقوات مسلحة وشرطة، ولكنه خص المرأة بجملة شديدة الأهمية، وقال عنها أنها الضمير الوطني لهذا الوطن اللي بتسعى لسلامته وأمانه. وده الحقيقة هيكون محور حديثنا في فقرتنا الأولى عن المرأة المصرية ودورها في المرحلة القادمة، وإزاي الرئيس بيعتبرها هي صمام الأمان أو الضمير الوطني، ودي كلمة كبيرة لابد أن تستحقها المرأة المصرية نتاج أفعالها ونتاج حراكها طوال السنوات الماضية. ده هيكون محور حديثنا إن شاء الله في الفقرة الأولى إن شاء الله. طيب فقرتي الحوارية الأولى الحقيقة هنتكلم من خلالها في طعم البيوت عن الصحة الإنجابية، وناس كتيرة بتفتكر لما بنتكلم عن الصحة الإنجابية بنتكلم عن المرأة فقط، ولكن الحقيقة أن الصحة الإنجابية ده موضوع بيهم أو بنهتم من خلاله بصحة المرأة وصحة الرجل أيضا. وكمان الصحة الإنجابية مش معناها أن احنا بنتكلم عن فترة عمرية معينة اللي هي فترة الإنجاب، ولكن احنا بنتكلم عن ما قبل الإنجاب وفترة الإنجاب وما بعد انقطاع الدورة الشهرية. الحقيقة في حاجات كتيرة أمور تخص المرأة كمان بالذات في هذا الموضوع، لازم أن احنا نفهمها ولازم نعرف أنه يعني من يوم ما بتتولد البنت لغاية آخر يوم في عمرها في حاجة اسمها صحة إنجابية، بمعنى صحة المرأة بشكل عام هرمونيا. بالنسبة للرجل هنتعرف برضو ايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، لانه في بعض الامراض قد تصيب الذكور من الطفولة وتؤثر ايضا على قدرتهم على الانجاب فيما بعد، فده برضو هنا بنتكلم عن صحة انجابية خاصة بالرجل. وهنروح معاكم في فقرة زينة التانية مع البيت السعيد، والفقرة الجميلة اللي بنشوف فيها ازاي ممكن نعيش حياة زوجية هانئة وسعيدة. ومفيش حياة زوجية سعيدة من غير حب، حب ممكن ينبني خلال سنين وعشرة ومواقف، لكن في ناس بتقول ان في حاجة اسمها حب حقيقي وحب غير حقيقي. هو في فعلا كده؟ وايه هو الحب الحقيقي؟ وازاي نسقيه ونرويه؟ وهل الحب الحقيقي لازم يكون له مقابل ولا هو عطاء بلا مقابل؟ تساؤلات دايما بنسألها لنفسنا، لاننا كلنا مهتمين بالحب ومش ممكن نعيش من غيره. أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله. هنشوف مع بعض زي الحب الحقيقي ممكن يغير حياة الأسرة في الفقرة الثانية من زينة إن شاء الله. جميل. وطعم البيوت الحقيقة هنتكلم من موضوع يمكن شوية ناخد بقى من نهلة فكرة الحب ده. فالحب بيبدأ دايما بالإنجذاب، يعني طرفين بينجذبوا لبعض. فإحنا النهاردة هنتكلم بشكل عام بقى مش بس عن الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة، ولكن هنتكلم عن الشخصية الجذابة بشكل عام. إزاي ممكن الشخص يكون جذاب؟ هل بالشكل؟ هل بالكلام؟ هل بالأفعال؟ هنشوف الشخصية الجذابة دي وهل بتختلف من الرجل للمرأة. الشخصية الجذابة دي حاجة جميلة جدا، وبرضو هنعرف إذا كانت هي بتتولد كده بالفطرة، حد عنده كاريزما، حد على طول جذاب، ولا ممكن إن احنا نكتسب هذه السمة ونكون شخصيات جذابة في أي مرحلة من مراحل عمرنا. دي كانت فقرتنا، هناخد فاصل سريع مع كل مشاهدين، هنرجع بعد الفاصل نبتدي مع حضراتكم ومع نهلة وأولى فقراتنا من خلال زينة. اهلا بحضراتكم من جديد، واولى فقرات زينة وفقرتنا الاخباريه. الفقره الاخباريه مكونه من خبرين. الخبر الاول بيتكلم عن عيد الام اللي هياتينا ان شاء الله في شهر 3 المقبل، واستعداداته بدات من دلوقتي. الشهر ده هيبقى بقى فيه زخم كبير للمراه المصريه والمراه في انحاء العالم، فهو عيد المراه المصريه وعيد المراه في العالم كله وعيد الام المصريه. وزاره التضامن بتستعد لكده، وبالفعل فتحت باب التقديم في مسابقه الام المثاليه على مستوى الجمهوريه. الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لـ 2023 لمدة 18 يناير. من دلوقتي وحتى 18 يناير حضراتكم من حقكم تقدموا عن إن أمهاتكم أمهات مثاليات، وهي كل أم الحقيقة هي أم مثالية. الكلام ده هيكون بكل مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى أنحاء الجمهورية، وحظ سعيد لكل الأبناء اللي حريصين على إنهم يطلعوا قصص بطولات أمهاتهم المثاليات.
ده خبرنا الأول. أما الخبر الثاني فبيبرهن على عظمة المصريين وبيأتينا بالتحديد من الأقصر، من الأقصر اللي بتستعد غدا بإذن الله للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك. ده هيكون ابتداء من 6 صباحا، بتستعد المحافظة والسائحين والزوار وأهالي المنطقة لاستقبال تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الكرنك الموجود بالأقصر، في ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، مش هنقول نادرة، هي فريدة لا تحدث في أي مكان آخر في أنحاء العالم، تحدث فقط في مصر على أرض مصر بفعل مصري. المصريين القدماء كانوا سابقين العالم كله في الفلك وفي علم النجوم والكواكب والأجرام السماوية، وبالتالي قدروا يحددوا هذا اليوم اللي هو بيتفق مع بدء فصل الشتاء، وده إعجاز علمي. كل يوم بنكتشف أكتر وأكتر عن عظمة أجدادنا المصريين اللي لابد إن احنا نحافظ عليها ونحاول إن احنا نبرهن للعالم كله على إن ميراث الجينات الحضارية بتاعتنا موجودة وقائمة. دي كانت أخبارنا النهاردة. بعد الفاصل هنبدأ أولى فقراتنا الحوارية، وهنتكلم في حوار مفتوح عن المرأة المصرية، ضمير الأمة كما وصفها السيد الرئيس، ماذا يجب عليها أن تفعل في المرحلة القادمة وما مكتسباتها في فترة حكم الرئيس السيسي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. إذا كما قلنا أسد الستار على العملية الانتخابية التي مرت بنجاح، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لست سنوات قادمة، هنأ فيها المرشحين. والحقيقة إن في كلمته المصورة أبدى شكره لكل الناس اللي شاركت في العملية الانتخابية سواء تنظيما أو اشتراكا بالتصويت، من عمال وفلاحين وقضاء وقوات مسلحة وشرطة. لكن الكلمة يعني ضمت كلمة كبيرة أو مهمة جدا للمرأة المصرية، لأن الرئيس قال ما معناه أنه بيشكر المرأة اللي وصفها بأنها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وصلابة الأمة. وده تعبير مهم جدا يعني لم يذكر بالنسبة لكل الفئات الأخرى التي ذكرها السيد الرئيس في شكره لهم. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، عن دور المرأة المصرية وعما اكتسبته وجعل من عصر الرئيس السيسي عصر مميز لها كامرأة. بيسعدنا أن نستضيف الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ فايزة عبد العظيم عضو مجلس النواب المصري. اهلا بحضرتك معنا. اهلا بك يا فندم. سياده النائبه، الاول تعليقك ايه على هذه الكلمه اللي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال فيها كلمه مهمه قوي عن المراه ووصفنا بصوت الضمير؟ في البدايه الاول خليني اهني الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بنعتبره كمصريين منحة من السماء ربنا عطاها للشعب المصري. ربنا عوض صبرنا خير بالرئيس عبد الفتاح السيسي. فبقول لكل المصريين الف 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 مبروك. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما فرضش نفسه علينا، احنا اللي انتخبناه واحنا اللي ايدناه واحنا اللي قلنا له يا ريس احنا محتاجينك، وده ظهر من خلال الملحمة الوطنية في الانتخابات الرئاسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لنا استاذة نهلة احنا الشعب المصري كل شيء. الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يديه الصحة ويبارك فيه يا رب وفي عمره، وطني، رجل أصيل. احنا بنعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي لما استلم مصر استلمنا واحنا تعبانين، وقفنا على رجلينا بمعنى اصح كده، زي ما يكون المواطن المصري كان في حاله اعياء. اخذنا دخلنا غرفه الانعاش العنايه المركزه، عمل لنا افاقه، وقفنا على رجلينا، ثبتنا بس فينا الحياه. جميل، ويا رب ان شاء الله دايما يكون الحياه موجوده في الشعب المصري دائما وابدا. الحقيقه انه المراه بالذات من الفئات اللي استفادت من يعني حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثمره وجوده ان حضرتك اصبحتي عضوه في مجلس النواب. فالمراه المصريه عندنا اكثر من 160 عضو في مجلس النواب امراه، بالاضافه لمجلس الشيوخ اللي فيه ايضا عدد كبير من السيدات. رايك في هذا المكتسب السياسي للمراه وشكله ايه، وادائك في البرلمان وأداء الزميلات من المرأة؟ قبل ما أرد على حضرتك حابة الأول أن أنا أشكر السيدة انتصار السيسي كرنة الرئيس على المشاركة الجماعية في كل الأعمال الأخرية الخيرية في جمهورية مصر العربية. حابة أشكر رجال الشرطة ورجال الجيش الأسود. حابة أشكر كل مواطن مصري شارك في العملية الانتخابية. حابة أشكر حزب مستقبل وطن اللي هو بيتي.
أنا ما خبيش على حضرتك، أنا يعني ما كانش ليا في مجال السياسة. الحزب من مستقبل وطن لما دخلت فيه كان من 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 ضمن التوجهات بتاعته ان انت دايما او انت دائم دايما يا نائب انزل خليك مع الشعب، خليك قريب من الشعب، شوف مشاكل الشعب، انت اقسمت قسم حافظ عليه. ف يعني انا بشكر حزب مستقبل وطن ان هو مكنني سياسيا كنائب، بشكر كل الكوادر اللي فيه، بشكر الامانه المركزيه، انا تعلمت كتير خبره منهم، لان زي ما حضرتك انا قلت لحضرتك ان انا ماليش تجربه في السياسه قبل كده. جميل. طبعا يعني حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، احنا كنا بنتكلم عن يعني الاداء السياسي للمراه داخل البرلمان، وحضرتك خدتينا برضو نقطه مهمه جدا وهي الاداء الحزبي. المراه لم تتعود على انها تكون مشاركه في الاحزاب، مع انه يعني في عظيمات لمصر في الماضي كان لهم دور سياسي قوي جدا، ومنهم هدى شعراوي ومنهم غيرهم من السيدات اللي قادوا مظاهرات ثوره 19 وبعد كده ادوا وطلبوا بان المراه تحصل على حقوقها. وجود المراه في الاحزاب وفعاليتها اضاف ايه للعمل الحزبي؟ اولا حضرتك سالتي في السؤال الاول تمكين المراه سياسيا. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاول مره في تاريخ مصر 162 برلمانيه نائبه، انا واحده منهم. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندنا ست وزيرات في الحكومة المصرية. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندنا المرأة حصلت على لقب قاضي. لأول مرة في مصر المرأة تحصل على لقب وكيل نيابة. عندنا المرأة وصلت نائب محافظ. عندنا ست محافظين سيدات. عندنا في المستوى الريفي بقى، على مستوى الريفي عندنا المرأة حصلت على لقب عمدة وشيخ البلد. صحيح. الرئيس عبد الفتاح السيسي ساند الأمة المصرية في الإعفاء المتواصل في فك حبس الغارمات. فأنا لما أتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني مش هقدر أوفيه، مش هقدر إن أنا أديله حقه. الرئيس عبد الفتاح السيسي زرع فينا كست الثقة والحماس والقوة إن إحنا نكون نشارك الرجل في 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 بناء المجتمع. جميل. لأن طبعا إلى جانب دورنا المهم جدا جدا في البيت كزوجة وكأم ومربية، لينا دور في العمل وفينا دور ولينا رأي ولينا قدرة على تغيير آراء السيدات للقرب منهم. حضرتك نائبة عن الريف، يعني حضرتك نائبة عن أي محافظة؟ عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيط. جميل. يعني بالمناسبة بقى إحنا جبنا سيرة الدائرة، أنا حابة أشكر أهل شبراخيط الكرام وأهل إيتاي البارود، أهلي وناسي. أولا فرحت بفوز الرئيس كبيرة جدا. احنا في العملية الانتخابية اللي حصلت ديت انا كنت بنزل انا وزوجي المهندس اسماعيل الرشيدي، ننزل بنقول لناسنا واهالينا انزل شارك، ادي صوتك، صوتك امانة. كنا بنمر واحنا رايحين اللجان نلاقوا الفلاح في الارض كان بيسيب الفاس وينزل يروح اللجنة، ما بنقولوش انتخب مين. بس الاطفال في الشارع مجرد ان احنا ماشيين معاهم الناس كانت بحبك يا سيسي، بحبك يا سيسي، بحبك يا سيسي. كان شعور غريب الشكل، يعني الواحد حاسس ان هو كان في انتصار. حضرتك انا ما عاصرتش حرب اكتوبر، لما بتفرج عليها في التلفزيون وبحس بانتصار، الإحساس ده كان جاييني أنا وأهل الدايرة. عندنا فرح، أيام الانتخابات دي كانت بالنسبة لنا عيد، يعني حاجة أنا مش عارفة أوصف يعني أوصفها، يعني من شدة فرح الناس وتحديدا السيدة المصرية، الستات المصريات في الريف، الأم والأخت أنا بشكرها، بشكر كل امرأة مصرية ساهمت في الانتخابات. الستات لما باجي أتكلم معاهم أنا كنائب بنقعد ندردش مع بعض، بحس إن الست فاهمة بس عايزه حماس وعايزه توعيه وعايزه توجيه اكتر واكتر. هو ده المهم بقى في حكايه وجود نائبه وليس نائب في دوائر ريفيه. الناس ممكن تشوف ان ده شيء صعب في التعامل مع الريف المصري، لكن حضرتك شايفه انه ده بالعكس ممكن يكون يعني الوصال اكتر وقدره على التاثير في الراي بالعكس العام. بالعكس ده احنا بنحل مشاكل مع بعض انا والسيدات. لما بنزل مثلا الدايره بنزل كل اسبوع بتلاقى بيهم، بشوف مشاكلهم، بتكلم معاهم، بعرف ايه الافكار اللي في راس الست المصريه. لو هي
هي أفكار إيجابية بأنمها لها، لو هي أفكار سلبية بحاول أن أنا أبعدها عن التفكير دايما فيها. وبعدين يعني أنا برضو ما يعني ما اديتش الشكر الزايد لأهل شبراخيط الكرام، أهلي وناسي. المركز ده تعداد سكانه وصل ل 300 ألف نسمة. المركز ده يعني مسقط رأسي، كانت أعلى نسبة انتخابية في محافظة البحيرة بالنسبة لإيطاي البارود وشبراخيط. أنا فخورة بحاجة زي كده. ظهروا ظهروا العالم كله وقالوا له إحنا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لما كنت بنزل عشان أتابع الحركة الانتخابية والعمل الانتخابي في دايرتي وأنا بلف من لجنة للجنة للجنة، كنت بشوف الفرحة في وجوه الناس. الناس بتقول إحنا هنا هو مصريين، إحنا عايزينك يا ريس، إحنا بنحبك يا ريس. من أجمل الصفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك له يا رب في صحته وزريته، إن هو متواضع، إن هو إنسان، إن هو كان دايما حريص في أي لقاء كنا إحنا بنسمعه أو المصريين كلها بتسمعه أو كنواب بتشوفه، إن هو كان صريح معانا من البداية، ما ضحكش علينا في أي شيء. بالعكس، هو خيرنا وإحنا اخترناه، ونقول له معاك دايما يا ريس، وبنحبك يا ريس. وأنا بشكره على تمكينه للمرأة ودعمه للمرأة المصرية، وإن هو عطاها حماس. هنرجع لحضرتك ونتكلم على الموضوع ده، بس اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع بعده نستأنف حوارنا حول مكتسبات المرأة المصرية ودورها في الفترة القادمة في بناء الوطن. عودة لحضراتكم، وما زال بيشرفنا الأستاذة فايزة عبد العظيم النائبة بمجلس النواب. برحب بحضرتك من جديد. وكنا بنتكلم عن صوت الضمير الوطني، وهي المرأة المصرية كما وصفها الرئيس في كلمته بعد الانتخابات. والحقيقة أن المرأة بقى عليها دور وعبء، ده حقيقي بيشرفنا وبيزيدنا فخر بأنفسنا، ولكن بيحط علينا عبء كمان أن احنا يعني عندنا دور جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء هذا الوطن. شايفة إزاي دور المرأة في المرحلة القادمة من عمر الوطن؟ دور المرأة مش هينتهي، دور المرأة مستمر، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي زرح فينا الثقة، زرح في المرأة المصرية الثقة وعطاها ولازالت تستحق. بالنسبة لدور المرأة، دور المرأة مش هينحصر بس في عملها، دور المرأة هينحصر كمان في التوعية لأولادها، بأن هي تطلع جيل واعي وصاحي، بأن هي توجه ولادها لتوجهات الدولة رايحة فين. يعني المرأة ما تسيبش ولادها للعبث بعقولهم. المرأة هي رمانة الميزان. أقول إيه بس عن المرأة عشان ما كنش متحيزة كتير للرجل، وما ننسوش برضو الرجل. الحياة مشاركة، ووراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. حالة حضرتك برضو العكس صحيح، وراء كل امرأة ناجحة رجل يساندها ويدعمها، لأن حضرتك نائبة، وده بيخلي لازم الرجل زوج حضرتك يكون متفهم لطبيعة المرأة ولتحقيقها لطموحاتها وأحلامها. والله أنا عندي زوجي المهندس إسماعيل الرشيدي، أنا برضو بشكره على وقفته معايا، وإن أنا نائبة، دعمني بكل شيء، دعمني بأفكاره، دعمني بمساندته، بأنه هو قدر الموقف اللي أنا فيه. دايما بيحسني ما تأجليش عملك، لا انزلي روحي للناس، شوفي إيه مشاكلهم. إحنا تعودت أنا وهو دايما على خدمة الناس، ما كانش لينا يعني مجال في العمل السياسي، فدايما يحسني على الشغل وعلى ان انا ده واجب وطني بأديه كنائبة في البرلمان. وهو صلب العمل السياسي اصلا، عمل خدمي وعمل انساني والتحام بالناس علشان نقدر نحقق هدفنا السياسي. للاسف وقت فقرتنا انتهى، لكن سعدنا بوجود حضرتك وشرفتينا، وان شاء الله يكون المرأة دايما وجود حقيقي وفاعل في تغيير وجهة النظر، في احداث طفرة في كل المجالات. بشكر وجود حضرتك، شكرا جزيلا الاستاذة فايزة عبد العظيم النائبة بالمجلس. شكرا ليكي، بس انا كان عندي كلام كتير نفسي اقوله ونفسي يعني اعبر عنه. هيكون لنا لقاء ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكي، تسلمي. شكرا. لسه فقرتنا متواصله مع حضراتكم، وبعد الفاصل هننتقل بيكم للبيت السعيد. الحب شيء لا يمكن ان احنا نعيش بدونه، يعني والحب في الله ده شيء عظيم جدا، انك تحب الناس كده لله في الله علشان ربنا يكرمنا. فلماذا لا نحب ازواجنا وازواجنا يحبونا لله؟ لماذا لا يكون الحب حقيقي ويستمر
وينمو، وهل الحب لابد ان يكون بمقابل انا اديته فهو يديني، ولا احنا الاثنين نتسابق في العطاء؟ خلينا نشوف معنا الحب الحقيقي بعد الفصل.